بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة. النهاردة زي ما انتم شايفين في العنوان احنا هنعمل حواوشي. حواوشي العادي بتاعنا في العيش البلدي، وهنجرب برضو ايه في العيش الشامي. تمام. المكونات عندنا هتبقى بسيطة خالص زي ما انتم شايفين كده. عندنا نص كيلو لحمة دهنها كتير، الدهن مثلا بيكون بنسبة يعني 20%. تمام، عشان الدهن ده اللي بيعمل طعم الحواوشي. عندنا فلفل اسود، بهارات حواوشي، ملح، بابريكا وقرفة، وده طفل بصل، يعني بصل طحناه فرمناه جامد وعصرناه كويس قوي بايدينا. سواء تعصريه بايديكي كده، تاخدي كبشة البصل وتعصريها كده في كف ايديكي جامد، تمام، او تصفيها في مصفى اللي هي المصفى الشبك الضيقة دي. تمام. ودول اربع فلفلات فلفل رومي مفرومين. اللي بيحب يحط بيحب الحاجة مشطشطة هيزود شطة او هيزود فلفل حراق، لكن انا ما بحبش الحراق، ما عنديش حد يحب الحراق كمان، فعملته بفلفل رومي عادي احمر واخضر. تمام. بس هنجيب بقى حاجة نعجن فيها وهنبتدي نخلط حاجتنا. اول حاجة اللحمة، تمام. انتي ما تقولي للجزار لحمة للحواوشي، هو هيظبط لك الدسم فيها. تمام، زي ما انتوا شايفين. هنحط البصل بتاعنا، هنحط الفلفل، اي حاجه بنات بتعملوها سموا الله وانتوا بتعملوها، الطعم هيفرق. ماشي، متضحكوش عليا، بس الطعم هيفرق. سموا الله وانتوا بتعملوا اي حاجه هتطلع زي العسل. كده احنا حطينا البصل والفلفل واللحمه، نبتدي بقى نحط البهارات بتاعتنا. نحط فلفل اسود حوالي معلقه شاي، وهنحط بهارات الحواوشي، حوالي معلقتين شاي، ملح برضه حوالي مثلا معلقة ونص، وبابريكا معلقة ممسوحة، معلقة صغيرة ممسوحة. نيجي بقى للقرفة، هنحط بصوا فتفوتة قرفة، يعني بصوا رشة رشة خفيفة قوي يعني. تمام، حوالي مثلا ربع معلقة كده. ايه الخليط زي ما انتم شايفينه، بصوا بقى عامل ازاي. هنعجن. نسيت اقول لكم يا بنات، اللحمه نص كيلو والبصل نص كيلو، يعني حط اللحمه قد ايه البصل. في حاجه كمان عايزه اقول لكم عليها، احنا ليه حطينا طفل بصل ما حطيناش البصل عاديه؟ علشان الحواوشي بتاعنا ما يبقاش طاري كده في ميه، ما يعرقش. تمام. لو حطيتي بصل بالميه بتاعته، لو انت بتحبي تعملي كده،
لو انت عايزه يعني تحطي بصل بالميه بتاعته، حطي في العجينه كده وانت بتقبلي. حطي بسم الله الرحمن الرحيم معلقه يعني ابتدى حطي يا بنات لو انت حطيتي البصل بميته تمام، هتحطي معلقتين دقيق تمام. معلقتين دقيق دول هيمتصوا الميه اللي هيبقى عاملاها اللي عاملها البصل. بس نعجن بقى كويس جدا، ندخل كل المكونات في بعض، ويستحسن طبعا انت لابسه جوانتي زي ما انا لابسه كده علشان ما فيش حاجه الريحه ما تفضلش في ايدك. وطبعا بقى ايه ضوافرنا والحاجات دي ما تتبهدلش ويدخل فيها اكل مش ظريفه يعني. فدايما الحاجات اللي فيها عجن دي البسوا جوانتي فيها، عشان ريحه البصل كمان هتبقى صعبه قوي في الايد. هعجن كويس وارجع لكم تاني. بصوا يا بنات انا قلبتها كويس اهو، بصوا قلبتها كويس، بصوا بقى عامله ازاي تمام. هحطها في التلاجة تشمع كده نص ساعة ساعة بالكتير، وبعدين اطلعها بعد كده عشان احطها في الرغيف. دلوقتي يا بنات احنا طلعنا الحواوشي اهو من التلاجة بعد ما قعد، انا قعدته ساعة، فانتي ممكن تقعدي نص ساعة تقعدي ساعة براحتك زي ما تحبي. وعندنا دلوقتي معانا زيت ومعانا العيش. العيش زي ما انتوا شايفين انا هعمل بس كام رغيف صغيرين شامي تمام، وهعمل الباقي بلدي. بصوا بقى انا بفتحه ازاي، بالمقص بفتحه كده داير ما يدور، بحس انها ايه حته تدخل ايدي عشان اقدر احشي اللحمه اهو، وده برضو حته اهي عشان احشي اللحمه. طبعا نخلي بالنا ان العيش بتاع الحواوشي يكون كله مفتح، مفيش حتت فيه لازقه ببعضها عشان اقدر افرد الرغيف تمام. هنيجي بقى ناخد هناخد كده العجينة زي ما انتوا شايفين اهي كده تمام، ونبتدي نفردها في الرغيف. سموا يا بنات، بصوا حبايبي فردناها ازاي في الرغيف اهي. طبقه ما تعمليش طبقه تخينه تمام، علشان الحواشي يستوي يبقى طعمه حلو. لو عملت طبقه تخينه زياده عن اللزوم مش هتستوي حلو ومش هتبقى طعمه يعني تمام. فهي كفايه طبقه، بصوا زي ما انا فارده كده طبقه وسط تمام. ومية حاطينها على جنب. يبقى كده زي ما قلت لكم لسه العيش اهو مش مدهون ولا معمول له حاجه. بناخد حته اللحمه ونفردها كده تمام اهو، نفرد نبطط زيادة شيلها تمام. نكمل بقى باقي الرغيفة وارجع لكم تاني عشان وقت الفيديو. دلوقتي يا بنات كملنا اهو الرغيفة كلها حشيناها تمام زي ما انتم شايفين اهو. الخطوة اللي بعد كده ايه؟ ان احنا هنحط لها مادة دهنية. المادة الدهنية دي ممكن تبقى زيت، ممكن تبقى زيت على سمنة، وممكن تبقى ليا على زيت.
تمام. سيحي حته ليا كده لو انت بتحبي طعم الليا وريحتها، سيحي حته ليا في طاسه صغننه كده وتقومي حط عليها شويه زيت صغيرين وتدهني بيهم. دلوقتي احنا هنبتدي ندهن الرغيف كده، نجيب زي ما انتم شايفين كده، نجيب معلقه زيت كده تمام، وتحطيه كده تفرديه على الرغيف تمام، وتقومي قلباه تعملي برضو نفس الحركه كده، معلقه زيت فوق معلقه زيت تحت، وبعدين نرص نفس الحركه تاني. هو حلو ان انت لما تحطيه تدهني الماده الدهنيه بالفرشه، او لو انت لابسه كوانتي كده برضو هتبقى حلوه وسهله تمام. هكمل بقيه الرغيفه وارجع لكم تاني. دلوقتي يا بنات احنا هنعملها على البوتاجاز. انت عندك الحريه انك تسويها في الفرن او على الشوايه او على البوتاجاز كده زي ما احنا هنعملها، براحتك في اي حاجه تمام. دلوقتي هنجيب الطاسه سخنت يعني كده، هنحطها في الطاسه ونغطس عليها دقيقتين ونيجي نقلبها على الناحيه الثانيه. دلوقتي احنا سيبناها تقريبا دقيقتين، نيجي بقى نقلبها على الناحيه الثانيه. بصي بقى لونها جميل ازاي، ويا دوبك برضو دقيقتين ان شاء الله وهيكون تمام استوى. برضو هنغطي عليه. النار يا جماعه تبقى متوسطه مش نار عاليه علشان الحواشي يلحق يستوي، يبقى تبقى متاكده ان هو تمام كويس يعني، فالنار تكون متوسطه بس. هنسيبه دقيقتين ونرجع له تاني. دلوقتي يا بنات اهو بعد دقيقتين قلبناه على الناحيه الثانيه، بصوا اللون جميل ازاي. استنوا بقى كمان نفتح كده، بصوا شايفين من جوه اللحمه مستويه اهي جميله. ما خدش بالظبط يعني، هو دقيقتين الناحيه دي ودقيقتين الناحيه دي. هنيجي بعد كده بقى نسوي واحد من اللي هو العيش الشامي ده، طبعا هياخد وقت اقل كدقيقه، ونبص عليه برضو نغطي عليه ونسيبه. هو يا بنات بعد دقيقه قلبناه على الناحيه الثانيه، بصوا لونه جميل ازاي، تحفه يا بنات وريحته جامده. هنسيبه دقيقه ونرجع تاني. اهو يا بنات بعد دقيقه نشوفه من جوه، بصوا بقى لونه جميل ازاي على الناحيه الثانيه، ومن جوه بصوا شكله تحفه، والفلفل الالوان عامل شكل جميل تمام. طبعا انا هكمل بقيه الكميه كلها عشان ما اطولش. ده شكله يا بنات بعد ما استوى كله، بصوا شايفين الحواوشي اللحمه جوه مستويه اهي، والعيش من بره مقرمش وجميل وطري من جوه، بجد تحفه تحفه جدا. بصوا شكله عامل ازاي، بصوا ده العيش الشامي تمام. فكده نص كيلو لحمه عمل لنا 8 رغيفه من اللي هو العيش البلدي الصغير، و4 رغيفه من العيش الشامي الصغير برضو تمام. واتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم. طبعا هتقدميه مع ايه؟ ممكن تقدميه مع شويه مخلل كده يبقى تمام قوي تمام. لو تحبي تقدميه مع سلطه ممكن، او مع سلطه الطحينه، بس انا بحب اقدمه مع ترشي مخلل يعني. بس ده شكله تمام وبالف هنا وشفا. ويا ريت تعملوا لايك للفيديو وتشيروه علشان ناس كتيرة تشوفه،
واللي لسه ما عملش اشتراك في القناة يلا اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. يلا عايزين نوصل القناة 1000 مشترك، مش معقولة كده. يلا بقى يا جماعة، يلا مع ألف سلامة، باي.